يا صباح الفل على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وصباح جديد من صباح اون تايم لمده ساعه ونص هنكون موجودين معاكم، واهم وابرز الموضوعات والاخبار الرياضيه. طبعا هيكون معايا النهارده زميلتي فرح علي. فرح صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا يحيى، ودايما بسعد بوجودي معاك، واعتقد كانت اجازه سعيده. يا الحمد لله والله. الحمد لله. فكرتيني الحاجات دي ما تتقالش على الهواء عشان الحاجات دي بتتنظر. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك يا يحيى، والنهارده ان شاء الله حلقتنا تكون ممتعه ومختلفه مع حضراتكم. هنناقش معاكم كل الموضوعات الرياضيه المختلفه والمتنوعه في برنامجنا صباح اون تايم. سلامه يا حبيبي بالسلامه، يا صباح عشق القلب معانا. كلمتين وبس. المشوار ما الله 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 الله. يا ولد يا ولد يا ولد، لمسة تصويبة قوية. حط جول جول جول. ايه يا ابني الجول ده؟ طبعا اكيد يعني كالعاده بنبتدي باخباره، لكن مع فرح عشان فرح كانت هتبتدي فانا مش هبتدي. لا والله يا لا ابدا ابدا. راجعين من الاجازه لسه، فهي لسه احمد السيد بيسخر معانا. اتفضلي يا فرح. نبتدي مع حضراتكم اول اخبارنا كده، ودايما بنبارك اكيد للفائز وبنبارك للنادي الاهلي. امبارح النادي الاهلي قدر يفوز رجالته في كره اليد على الزمالك بنتيجه 32 مقابل 31 علشان يتوج بلقب السوبر الافريقي واللي جمعهم على ارض نايجر. الشوط الاول كان انتهى بمفاجاه علشان النادي الاهلي يقدر ان هو يرجع بالنتيجه مره ثانيه. انتهى الشوط الاول بنتيجه 19 مقابل 16 للزمالك، ولكن نجح الاهلي في الشوط الثاني ان هو يعوض النتيجه ويتوج باللقب. طبعا الزمالك مشارك في السوبر الافريقي في 9 نسخ من قبل وحصل على 7 القاب وتوج بالمركز الثاني مرتين. الاهلي شارك في 6 نسخ حصل على لقب واحد فقط وتوج بالمركز الثاني 5 مرات. ولكن المفاجاه في المباراه دي ان كانت على طول المباراه على صفيح ساخن زي ما بنقول، يعني كانت مشتعله جدا لحد الثانيه الاخيره. انت مش عارف مين اللي هيفوز بالمباراه، الاثنين تقريبا ند رايح جاي. الزمالك بيقدر ان هو يتفوق او يتقدم بفرق هدفين، يرجع تاني النادي الاهلي يتعادل معاه، بعد كده الاهلي يتفوق بهدف وبعدين يرجع يتعادل الزمالك. بصراحه المباراه كانت مشتعله، ولكن يمكن كمان كانت بتسبب ضغط نفسي كبير على كلا الجمهورين، لان المباراه ما كانتش مذاعه يا يحيى، وده عمل نوع من انواع الاثاره على مواقع التواصل الاجتماعي. الكل عايز يتابع ومفيش يعني مكان تقدر ان انت تتفرج على المباراه فيه، فكله بقى عمال يسال البعض والنتيجة بقت كام وكله صحيح. عمال يتابع. بصراحة كانت مباراة مرهقة للأعصاب جدا، ولكن طبعا بنبارك لرجالة النادي الأهلي على المجهود الكبير وتتويجهم بالسوبر الإفريقي. طبعا زي ما انت قلت يا فرح، يمكن كان فيك محاولات كتير يعني لإذاعة وبث المباراة، ولكن ما كانش يعني زي ما عارفين او زي ما الناس عارفه دايما في افريقيا بيبقى الموضوع صعب شويه. المباراه كانت في النايجر فالموضوع كان صعب شويه، ولكن بنقول اكيد مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لرجاله النادي الاهلي امبارح السوبر الافريقي. واكيد كان في تفاصيل كتيره امبارح في الماتش زي ما كانت بتتكلم فرح، كان الماتش مشتعل بدرجه كبيره جدا، كان بلغه الكوره الماتش رايح جاي، يعني انت الزمالك بيتقدم بيرجع الاهلي يتقدم بعد كده يرجع مره ثانيه الزمالك يتقدم لحد ما في الاخر الاهلي حسم اللقاء لصالحه وقدر يفرح اكيد جمهوره. محترفين اكيد ساعدوا النادي الاهلي، تدعيمات قويه للنادي الاهلي، فاكيد كل ده بيفرق وقدر ان هو يحصد السوبر امبارح. طيب من كره اليد نروح لكره السله، واستطاع الفريق الاول لكره السله بنادي الاتحاد السكندري الفوز على النادي الاهلي بنتيجه 86-77 في اولى لقاءات نهائي دوري السوبر لكره السله. خلينا استعرض مع حضراتكم نتائج الفترات. الفترة الأولى تقدم الاتحاد 27-18، الفترة الثانية تقدم الأهلي 47-40، الفترة الثالثة تقدم الأهلي 55-54، أما الفترة الرابعة فتعادل الفريقين
75-75 وبيتلاقى الفريقان غدا إن شاء الله في تاني اللقاءات في الساعة 8:30 وتقام اللقاءات على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر ويتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من سلسلة بيست أوف فايف بلقب الدوري. أكيد بنتمنى دايما بنشوف الاتحاد السكندري على فكرة فريق قوي جدا بيمتلك عناصر مهمة جدا. امبارح ما كانش الحظ مع النادي الأهلي, هنشوف الدنيا هتكون ماشية بشكل عامل إزاي. ملفات كتيرة معنا النهاردة, ولكن طبعا اليوم لا يخلو من المباريات الممتعة على شاشة قنوات On Time Sports. هنتابع مع حضراتكم مباريات اليوم إن شاء الله في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الجولة 18. هنستمتع معاكم بثلاث لقاءات, أول لقاء هيكون الساعة 4 العصر هيجمع ما بين Eastern Company والمقاولون العرب, أما الساعة 6:30 مساء ففي مباراة هتجمع ما بين فاركو وفيوتشر, وفي السهرة هيكون في لقاء ما بين طلائع الجيش والبنك الأهلي الساعة 9 مساء. ثلاث ماتشات النهارده في الدوري المصري زي ما كانت بتتكلم فرح, وخلينا نرجع لامبارح. امبارح كان الحدث الاهم هو تقديم الكابتن ايهاب جلال رسميا مدير فني المنتخب مصر, وامبارح كان المؤتمر بتاع التقديم. خلينا نستعرض مع حضراتكم يعني ابرز تصريحات اللي حصل امبارح في المؤتمر ونرجع نكمل مع حضراتكم. نتمنى من الجميع إن شاء الله بإذن الله أن احنا نكون داعمين ليهم, خصوصا أنهم مش ناس غريبة علينا, هم الناس أساسا مصريين وطنيين, ناس كتيرة كانت بتنادي بمنتخب وطني, ويمكن ناس كتيرة في التحليل بتاعتها كانت بتتكلم أن احنا أخذنا بطولات في عصر مديرين فنيين وطنيين, وتمت مقارنات برضو في ناس كتيرة على ان المنتخبات اللي وصلت لكأس العالم غالبيتهم كلهم كانوا مدربين وطنيين, وده يمكن جزء من بداية ان احنا فكرنا في المنتخب الوطني. بقدم الكابتن إيهاب جلال طبعا في كلام كتير قيل في الفترة اللي فاتت, انا طبعا يمكن الكابتن بركات طلع وقال ان احنا توافقنا في الاخر, لكن كانت النيات كانت مدرب فني اجنبي او مدرب فني مصري, هي دي كانت نقطة الخلاف, لكن طالما تم اختيار مدير فني مصري فكان في توافق على الكابتن إيهاب جلال. اول حاجة بحب اقولها بعد تولي المنصب طبعا, وبشكر الاستاذ جمال على الكلام اللي قاله, اقول ان بشكر كل اللي دعموا قرار وجودنا هنا في منتخب بلدنا, وبرضو نتفهم جدا بعض الآراء اللي ما كانتش مع القرار, ودي حاجة مش هنقدر نقول ان لازم يبقى في حاجة كاملة في الدنيا يعني, لكن احنا متفاهمين جدا وجهتين النظر اللي دايما بيبقوا موجودين في اي اختيار لأي مدير فني أو أي اختيار عامة. احنا في مرحلة محتاجة تكاتف كل المسؤولين عن أو اللي بيعملوا في الرياضة من كل الاتجاهات, وأولهم بعد جمهور الإعلام الرياضي. بحب أشكر كل الناس اللي شجعتنا ان احنا نبقى موجودين, وبنقول ان احنا في مهمة اقرب الى التكليف ولكنها مهمة شاقة ومشرفة, شرف كبير ان احنا نبقى في منتخب كبير زي منتخب مصر, وفي ضغط اكبر انه بيبقى منتخب بلدنا تبقى علينا بعض المسؤولية الكبيرة اللي مش هتتحقق إلا بتكاتف كل المهتمين بالوسط الرياضي يعني. عندنا حاجتين مهمين أو حاجة مهمة جدا, عندنا مباراة بعد أقل من شهر أو مباراتين بعد أقل من شهر, ودي هنبتدي نشتغل أو ابتدينا بالفعل نشتغل من هنقول من أسبوع أو اتنين ان احنا نجمع المعلومات عن اللعيبة سواء المحترفة او سواء الموجودة في مصر. احنا عندنا حاجة مهمة في الاول ان احنا
ما عندناش وقت كبير نحضر لمباريات ودية مثلا. تاني حاجة احنا عندنا مهمة سريعة ان احنا الاول نلعب الماتشين اللي جايين، ودي هيتم اختيار فيها 40 لعيب تقريبا غير المحترفين، هنعلنهم ان شاء الله بعد اسبوعين، وهتبقى الأولوية فيها للعيب الجاهز واللعيب اللي بيلعب في فرقته أساسي واللعيب اللي بيأدي أداء جيد، ودي سواء هو محترف أو يعني محترف في الخارج أو في مصر. احنا أهم حاجة يبقى فيه احترام متبادل، ودي أهم حاجة، إنما الاختلاف ده لازم هيبقى موجود، لأن في الأول والآخر مفيش حاجة 100% بيبقى فيها عليها توافق، ودي احنا متفاهمينها جدا. فاحنا بنحترم جدا الاعلام الرياضي حتى المختلفين معانا في الاراء او في الاختيارات، طالما في حدود الاحترام والادب والاحترام المتبادل بيننا، ودي اهم حاجه برضو احب اقولها النهارده. والله طبعا دايما منتخب مصر هو مرشح من المرشحين الاوائل، يمكن اول دايما اول اسم بيتقال في 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 اي بطوله اول اسم بيتقال منتخب مصر، فاحنا في الاول والاخر عارفين الكلام ده، وان شاء الله احنا ما بنشتغلش غير عشان ان شاء الله المنافسه على كل البطولات اللي ممكن ندخلها كمنتخب، لكن عندنا مرحله اولانيه ان شاء الله ان احنا نبتدي التصفيات اللي هي قريبه جدا، وان شاء الله نعدي التصفيات دي وبعدين نحضر للبطوله ان شاء الله. والله انا قلت في سياق الكلام ان هو يعني هنقول انه تكليف، وبرضو انا مش من السهل ان انت تقول لمنتخب مصر يعني لا مرتين، ولو ان انا برضو يعني ما قلتش لا، يعني مش ظروفنا كانت مختلفة. تاني حاجة ان طبعا استاذ جمال كان والمجلس ده اللي موجود كان يعني اكثر سهولة وتفاهما للموقف. يعني لا انا مش خلي بالكم انا مش متابع جيد للانتقادات قوي، لكن انا اي حاجة ممكن تتقال على نقد بناء لشغلي سواء زي ما قلت قبل كده ان احنا نبقى مختلفين، دي حاجة عمر ما في مدرب هيقعد هنا مكان ايا كان والناس كلها هتبقى متفقة على ارائه او على اختياراته، لكن هيظل ان احنا في اتجاه واحد كلنا، فيجب ان احنا ندعم بعض وان شاء الله نحقق حاجة كويسة. والله يا عبد الله لو فضل بهذا المستوى واحنا احتاجناه ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكلة يعني ان شاء الله. هل حدث تواصل بينك وبين كابتن محمد صلاح بعد توليك المهمة؟ حدث تواصل، هو يعني ربنا يوفقه ان شاء الله، ان شاء الله نأمل ان هو ياخد كل البطولات اللي موجودة ويجي ان شاء الله يعني يساعد فرقته، وهو روحه يعني كبيرة جدا وهو ليه دور كبير جدا في الفترة اللي جاية ان شاء الله. يعني عودة لحضراتكم مرة تانية، واستمتعنا طبعا بكلام المدير الفني الجديد إن شاء الله والمخضرم، واللي بالتأكيد عنده خبرات كبيرة جدا إن شاء الله يفيد بيها منتخبنا المصري، ولكن تفاصيل أكتر من داخل بقى الكواليس أكيد عايزين نعرفها. هيكون معنا دلوقتي عبر الهاتف سيادة اللواء مشهور أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. صباح الخير على حضرتك يا سيادة اللواء. صباح الخير يا استاذه فرح، اهلا بحضرتك منورنا، وطبعا يعني بنبارك لك وبنبارك لكل الجماهير المصريه، لان احنا دلوقتي بنبتدي حلم جديد، خلاص بنغلق الصفحات القديمه وبنقول بدايه جديده، حلم جديد ان شاء الله كل المصريين هيبتدوا ان هم يستعدوا له مع كابتن ايهاب جلال، ولكن تفاصيل كتيره جدا طبعا عايزين نسمعها من حضرتك، الكواليس والاستعدادات للمرحله المقبله مع المدير الفني ايهاب جلال مع منتخبنا المصري. طبعا كل الدعم مجلس الاداره كله على قلب رجل واحد في ورا الكابتن ايهاب جلال، اللي بنامل جدا جدا وعندنا كلنا ثقه ان هو هيحقق حلم المصريين ويرجع مسيره المدرب المصري الكوفي زي كابتن الجوهري وكابتن حسن شحاته اللي صنعوا امجاد للمنتخب القومي، وكابتن ايهاب جلال هادي ورزين وعنده فكر تدريبي
والمجلس كله بالإجماع في ظهره وهيوفر له كل شيء إن شاء الله تعالى. هو صحيح الوقت ضيق جدا وزي ما هو قال إن شاء الله أول ارتباطات رسمية يوم 2/6 و6/6 ماتشين في كأس الأمم الأفريقية. وده ان شاء الله تعالى انا عندنا ثقه الكابتن ايهاب ان شاء الله يحقق حلمنا ان شاء الله. سياده اللواء يعني زي ما حضرتك ذكرت اول لقاء هيكون في 2/6 ان شاء الله ويمكن الوقت مش بعيد، يعني ايه اللي طالبه الكابتن ايهاب جلال؟ اول تجمع لمنتخب مصر هيكون امتى؟ هل في وديات هتكون في الفتره دي ولا لا سياده اللواء؟ استاذ يحيى هو طبعا كان واقعي وصريح الوقت ده جدا، واللي عجبني فيه هو اشاد مستر كروش وقال ان الراجل ده مدرب عالي جدا وهو هيبني على اللي هو عمله، هيستغل الايجابيات اللي حققها كروش من الروح المصريين وروح اللعيبه اللي ظهرت في كاس الامم الافريقيه وتصميمهم. وهو الوقت ده مفيش اي ماتش ودي هيتعمل، وهياخد العناصر الجاهزه اللي يقدر يأدي الماتشين، ماتش غينيا وماتش اثيوبيا. لكن ما فيش ماتشات وديه، لكن في الاجنده ان شاء الله هو الماتشات الوديه هيعملها في 12 و13 و14 6. طيب الكابتن ايهاب جلال كان بيتحدث في كلامه عن 40 لاعب ان شاء الله يتم الاستعداد او اختيارهم خلال الفتره المقبله، هل بالفعل يعني تم طرح كده بعض الاسماء يا سياده اللواء ولا لا لسه الامور غامضه لحد ما؟ لا طبعا هو لازم نكون واقعيين، هو كل اللعيبه اللي هتبقى جاهزه في الدوري المصري والمحترفين اللي موجودين بره اللي هو وحقق اتصالات ومتابع كل المحترفين اللي بره وحقق مع محمد صلاح، وهو هيبقى اللي تبقى جاهزه حاليا الوقت ضيق. وهو اكد فعلا على الجزئيه دي ان اللعيبه اللي جاهزه هي اللي هتحجز مكانها اساسي وهيكونوا 40 لاعب غير المحترفين ان شاء الله. وهو الراجل قال ان منتخب مصر متاح لكل اللعيبه اللي هي تقدر تحقق واللي بتجتهد ومحدش حاجز مكانه في المنتخب. سياده اللواء هل بعيدا عن منتخب مصر هل تم الاستقرار على المدير الفني الجديد لاتحاد الكوره ولا لسه؟ لا طبعا اتحاد الكوره واخد قرار الكابتن حازم امام والكابتن بركات والكابتن عامر حسين هيشكلوا لجنه لتلقي السير الذاتيه للمدربين سواء مصريين او اجانب. تمام؟ ودراسته لمده 10 ايام العرض على مجلس الاداره اختيار المدير الفني واللجنه الفنيه للاتحاد والمدير الفني والجهاز للمنتخب الاولمبي. خلال الفتره دي خلال فتره 10 ايام. طيب كنا في برنامجنا صباح اون تايم بنتحدث يا سياده اللواء اول امبارح بالظبط على الملف الخاص بفكرة سرعة تنقل المدربين من فريق للآخر وده كله بيحدث في موسم واحد، وطبعا كنا عاصرنا ده الموسم اللي فات وكان الموضوع ممنوع، ولكن كنا بنشوف نوع من أنواع التحايل وحتى سلطنا الضوء على الجزئية دي إن المدرب ما بيمشيش ولكن بيخلي الفريق أو النادي هو اللي يقيله علشان يقدر ينتقل لنادي آخر في نفس الموسم. ولكن الحقيقة إن احنا انبسطنا جدا إنه كان في استجابة سريعة، يعني ده من الحاجات اللي عجبتنا قوي. كنا لسه بنتحدث في نفس الملف يمكن قبل المؤتمر بيوم واحد ولقينا على طول قرارات حاسمة وواضحة وصريحة من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص منع المدربين الموسم القادم إن شاء الله من الانتقال أو سرعة الانتقال من فريق للآخر وإصدار بيان رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. عايزين نعرف من حضرتك كواليس البيان ده إيه، وهل هيكون في منع بات تماما لكل المدربين إن هم ينتقلوا من نادي الآخر في الموسم الواحد؟ تمام، بس يعني أنا لي اعتراض على كلمة تحايل، هو ما كانش في تحايل، هو القرار اتلغى. اتلغى. يعني قرار كانوا لغوه، يعني اتلغى السنه مع اللجنه الثلاثيه. تمام، يعني قرار دخلته اللجنه الخماسيه ولغيته اللجنه الثلاثيه. ولكن اتحاد الكوره لما لقى الموضوع بقى ظاهره، يعني صحيح قال ان في القسم الثاني مثلا 71 مدرب، يعني فالموضوع بقى ظاهره
مجلس الإدارة خد قرار من بداية الدور الثاني اللي هو يبدأ النهاردة. اه تمام، مفيش انتقالات للمدربين من بداية الدور الثاني. تمام، من النهاردة من النهاردة وباعتبارا من الموسم القادم هتنزل في التعليمات تمام قواعد تحركات المدربين. من بداية الدور الثاني من النهاردة تمام مفيش انتقالات للمدربين. تمام، تحت أي ظرف من الظروف؟ تحت أي ظرف من الظروف لازم المدربين والأندية تحترم تعاقداتهم. سيادة اللواء، بالنسبة للجماهير هل ممكن يكون في زيادة لعدد الجماهير في الدور الثاني ولا لا؟ بنعمل ذلك، وفي احنا طلبنا زيادة المدربين والموضوع على الإجراءات الأمنية. تمام، وإن شاء الله نأمل إن هم يزودوا عدد الجماهير في بداية الدور الثاني. كان في كلام يا سيادة اللواء من امبارح انه في زياده بالفعل ولكن ما تمش تحديدها، يعني هنا كنا بنتكلم في الاعداد الاول، بعد كده بقى في امل كده ان احنا ممكن نشوف 3000 مكان 1000، وفي كلام بعد كده ممكن يبقوا 5000. ممكن نعرف الكلام على كام بالظبط؟ الكلام ان احنا اقل حاجه كنا بنقول 5000 اقل حاجه. ان شاء الله هايل. ان شاء الله يعني الامور بتمشي، واحنا شفنا القرارات بتاعت فتح المساجد والحياه بدات ترجع وان شاء الله تعالى. وشفنا الالتزام من الجماهير كمان يا سياده اللواء، يعني التزام بالقوانين وبالجماهير والفان اي دي وتذكرتي. بصراحه اعتقد انه احنا كنا بنطالب الجماهير ان هي تلتزم علشان يكون في زياده في الاعداد، واعتقد ان هم كانوا على قدر المسؤوليه خلال المباريات والدور الاول. عندك حق يعني، والمثل اللي ضربه الجمهور المصري في مباراة السنغال ومباريات الأفريقية للأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري كان عندهم الالتزام. صحيح، ووجود الجماهير في الملعب ليها حياة. طبعا تدي حياة للكورة. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا سيادة اللواء مشهور أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يعني استعرضنا مع حضراتكم العديد من الملفات الخاصة طبعا بالكابتن إيهاب جلال والاستعدادات للمرحلة المقبلة بخصوص مباريات منتخبنا المصري. إن شاء الله يا يحيى يعني تكون فترة جديدة، فترة صعبة فيها مش سهلة ولكن مختلفة. طبعا أكيد فترة مش سهلة أكيد. فرح أنت بتكلم تولي كابتن إيهاب جلال مع الوقت مش كبير قوي، عندك ماتشات فأول ستة، فالموضوع صعب شوية، في عناصر موجودة، في عناصر لسه صحيح عايز يضمها المنتخب، فالفترة كلها صعبة، ولكن بنتمنى أكيد كل التوفيق للكابتن إيهاب جلال. تفتكر هتشوف عناصر جديدة زي ما الكابتن إيهاب جلال؟ يعني أنا عندي شعور إنه في الحديث على عدد كبير من اللعيبة ممكن ينضموا للمنتخب، ممكن نبتدي نشوف بقى كروت جديدة وأسماء جديدة. هو على دراية كاملة أكيد بالدوري المصري وعنده خبرات كبيرة في الدوري، فأكيد هيبقى عارف كل اللعيبة مين الكويس، مين اللي يقدر ينضم لمنتخب مصر، مين اللي هيفيده الفترة دي. أكيد يعني أرقامه في الدوري المصري يعني كابتن إيهاب جلال الحقيقة واحد من المدربين يعني المميزين جدا. صحيح، تعالوا نستعرض مع حضراتكم أيضا أبرز أرقام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا المصري، ونبدأ من عند الأندية اللي تولى تدريبها الكابتن إيهاب جلال. تليفونات بني سويف، كهرباء الإسماعيلية، الحمام، كفر الشيخ، مصر للمقصة، إم بي، الزمالك الإسماعيلي، أهلي طرابلس، المصري، البورسعيدي، وبيراميدز. دي أبرز الأندية والأندية اللي تولى قيادتها الكابتن إيهاب جلال. كمان اعتقد ان ارقام كابتن ايهاب جلال كتيره جدا، ولكن مع مصر المقصه في الولايه الاولى كان قاد مصر المقصه في 113 مباراه، فاز في 57 مباراه، خسر في 30 مباراه، وتعادل في 26 مباراه. اما في الولايه الثانيه فقاد المقصه في 11 مباراه، فاز في 7 مباريات، تعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين. الولاية الثالثة للكابتن إيهاب جلال مع مصر المقصة، 8 ماتشات، فاز في 3، تعادل في مباراتين، وخسر في 3 ماتشات. أرقام الكابتن إيهاب جلال مع إمبي، قاد إمبي في 13 مباراة، فاز في 7 مباريات، خسر في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات. أرقام كابتن إيهاب جلال مع الزمالك، قاد الزمالك في 17 مباراة، فاز في 8 مباريات، وخسر في 7، وتعادل في مباراتين. أما أرقام الكابتن إيهاب جلال مع أهلي طرابلس فقاد مباراة وحيدة انتهت بالتعادل.
ارقامه مع المصري البورسعيدي. قاد المصري البورسعيدي في 49 مباراه، فاز في 22 مباراه، تعادل في 15 مباراه وخسر في 12 مباراه. اما ارقام الكابتن ايهاب جلال مع الاسماعيلي عمل طفره كبيره جدا في التوقيت ده، وقاد الاسماعيلي في 19 مباراه، فاز في 9 مباريات، خسر في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات. اخيرا مع بيراميدز قبل التولي طبعا القياده الفنيه لمنتخب مصر، قاد بيراميدز في 25 مباراه، فاز في 16، تعادل في 5 وخسر في 4 مباريات. طبعا دي ارقام الكابتن ايهاب جلال من وقت تولي القياده الفنيه لكل الانديه اللي ذكرناها طبعا مع حضراتكم. بنتمنى له اكيد كل التوفيق. المهمه مش هتكون سهله، المهمه هتكون صعبه اكيد، وخصوصا ان الكل مستني، الكل منتظر بعد رحيل بقى كارلوس كيروش وبعد ما رحتش كاس عالم، واكيد الكل مستني دلوقتي ان انت هتبني ازاي. انت منتخب مصر محتاج تبني فيه حاجات كتيره قوي، لان محتاج شكلك يتغير، محتاج يكون عندك هويه. دايما لما كنا بنلعب ممكن تكون بتكسب ماتشات كتير، ولكن ما كانش فيه هويه، ما كانش بيبقى ليك شكل في معظم المباريات. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للكابتن ايهاب جلال في ما هو قادم، ويقدر يحقق كده كل طموح الشعب المصري باذن الله. من ارقام واحصائيات الكابتن ايهاب جلال والمرحله المقبله ان شاء الله مع الاتحاد المصري لكره القدم، الجماهير المصريه، الحلم المصري باذن الله تعالى، وتولي القياده المصريه اللي بتكون دايما فخر لاي مدرب خلال المرحله المقبله، بنتمنى له كل التوفيق. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفقرتنا تصريح وتعليق، ودايما بنستعرض معاكم ابرز التصريحات اللي خرجت من قبل طبعا المديرين الفنيين او اللعيبه خلال الفتره دي. ومعانا دلوقتي تصريح خرج من الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم بالأمس، قال في مفاجأة وفي تصريح، التصريح ده الحقيقة ان الناس أخدته بشكل لطيف جدا، وكان فيه جرأة، يعني فكرة ان انا اقول بمنتهى الصراحة اسباب عدم حضور الكابتن حازم امام للمؤتمر الصحفي، ان هو ما كانش لابس ملابس فورمال وكان لابس ملابس كاجوال، اثار يعني تعجب الجميع من الجرأة في التصريح، وفي نفس التوقيت انه الصراحة ان الناس كلها اخذت الموضوع طريقة لطيفة جدا. كابتن حازم امام تواجد وجلس مع الكابتن ايهاب جلال بالفعل للتفاوض مع ملفات تخص منتخب مصر، ولكن ما قدرش ان هو يحضر المؤتمر الصحفي علشان كان لابس ملابس كاجوال مش فورمال. طبعا بنحيي كابتن حازم امام، ودايما متعودين منه على الحاجات دي، ان هو دايما بيكون روحه دايما هي اللي موجوده، روحه لطيفه جدا، وطبعا مثل هذه التصريحات دايما بنتقبلها وبناخدها بشكل لطيف قوي. اكيد طبعا، يمكن اللي حصل وزي ما انت قلت فرح مفاجأة بعد ما حتى الاستاذ جمال علام قال الاسباب، وابتدى السوشيال ميديا تربط ما بين حاجات وحاجات، ولكن في الاخر يعني التفاصيل اللي حصلت، واعتقد يعني ان الاستاذ جمال علام قاله، وحازم امام طبعا او كابتن حازم امام طبعا موجود واكيد مساند وبيدعم اصلا، يعني اكيد كابتن حازم موجود وبيساند وبيدعم منتخب مصر، وهيساند دعم كابتن ايهاب جلال، مش هيتاخر ابدا يعني على منتخب مصر. طيب نروح لتصريح تاني لبيب جوارديولا، بعد طبعا يمكن امبارح كانت الناس مستنيه شويه ايه اللي هيحصل مانشستر سيتي ونيوكاسل، ايه اللي ممكن يحصل بعد الخروج من الشامبيونز ليج على يد ريال مدريد، ايه اللي هيحصل في الدوري الانجليزي، الصراع المشتعل دائما وابدا ما بين مانشستر سيتي وليفربول. بيب جوارديولا المدير الفني مانشستر سيتي قال ليفربول بيمتلك تاريخ كبير في البطولات الاوروبيه، ولكن ليس في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي فاز بلقب واحد في 30 سنة، وهنا هو الراجل بيتكلم عن فكرة خروجه من دوري الأبطال، بعد خروجه من دوري الأبطال والكلام اللي ابتدى يتقال ان بيب جوارديولا ميتته. الناس كلها عارفة ان بيب جوارديولا من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في العالم، هو ممكن ما يكونش حظه ماشي في دوري الأبطال، ولكن هو في الدوري الإنجليزي شايف ان هو بيتفوق على ليفربول بشكل كبير جدا، وده اللي قاله في التصريح من بعد ما قال ان ليفربول خد دوري واحد في 30 سنة، وهنا يقصد ان الراجل ده خد دوريات او حصل على لقب الدوري الإنجليزي كتير قوي في السنين الأخيرة مع مانشستر سيتي.
معنا تصريح تاني من أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك. التصريح ده زي ما حضراتكم عارفين يمكن ملف كهربا بشكل عام أثار جدل كبير قوي داخل نادي الزمالك منذ رحيله، ويمكن كلام كتير خرج من قبل نادي الزمالك أنه ليه حق عند كهربا، أنه هياخد حقه، أنه ماشي في الإجراءات القانونية، أنه لن يتنازل عن حقه، أنه في عقد كان يجمع ما بين كهربا وما بين نادي الزمالك، ومش من الطبيعي ومش من السهل على اللاعب ان هو يخرج كده عادي، وانه نادي الزمالك متمسك بحقه. الحقيقه انه امير مرتضى منصور كان ليه تصريح بالامس، تصريح من اهم التصريحات الخاصه بكهربا، خصوصا بعد طبعا الحكم اللي صدر تجاه كهربا، وانه نادي الزمالك منتظر انه يحصل على الاموال او الغرامه اللي توقعت على كهربا. التصريح اللي معانا بيقول: كلنا نعلم بشكوى كهربا ضد الزمالك خلال تواجده معانا داخل النادي، ولا يجوز ان يتواجد معنا لاعب لا يشعر بالامان. كهربا حين خرج من الزمالك دخل مكانه 5 لاعبين في نفس المركز. ده تصريح أمير مرتضى منصور بالأمس بخصوص كهربا. تصريح ده طبعا بيأكد على أنه نادي الزمالك متمسك بحقه، وأنه لسه ماشي في نفس الاتجاه تجاه كهربا. هل ممكن يكون في يعني نية للصلح؟ ممكن، البعض كان متوقع ده، ولكن بعد التصريحات اللي بتخرج من قبل نادي الزمالك تجاه كهربا واضح انه في احتقان، وانه في علاقة منتهية ما بين نادي الزمالك وما بين اللاعب. بنتمنى كل التوفيق بالتأكيد للنادي وللاعب، وان دايما بنقول انه بشكل عام دايما العلاقة لما بتنتهي او بتتكسر او بيحصل فيها شرخ عموما استحالة ان هي ترجع تاني. وهنا ما بنتكلمش على فكرة على نادي فقط، بنتكلم على نادي، بنتكلم على لاعب، بنتكلم على جماهير. لما تيجي تسأل كهربا او اسئلة كتيرة جدا في طبعا حوارات صحفية حصلت مع كهربا خلال الفترة اللي فاتت، كان بيتسأل هل كهربا ممكن يرجع نادي الزمالك مرة تانية، كان بيقولها وبيعلنها صراحة انه حتى لو عنده النية جماهير الزمالك لن تتقبله مرة اخرى. حلو انه اللاعب برضو يبقى عارف العلاقة دي ممكن ترجع ولا لا، العلاقة دي اتكسرت ولا لا. طبعا هنا بنتكلم على ده جانب، والجانب الاخر هي الخاصة بالحقوق، انه نادي الزمالك ليه حقوق بالتأكيد لن يتنازل عنها بخصوص اللاعب. عموما احنا هنتابع مع حضراتكم اكيد الملف ده خلال الايام المقبلة، وهنشوف طبعا ممكن يوصلوا على ايه، خصوصا ان احنا هنا ما بنتكلمش على مبلغ قليل، احنا بنتكلم على مبلغ كبير جدا. لما طبعا بتفكر في المبلغ بتقول هو مين ممكن يجيب المبلغ ده، او مين ممكن ان هو يقدر يدفع المبلغ ده علشان يدفع غرامة، فاهم قصدي؟ فأعتقد إن هي مش من الحاجات السهلة أيضا على اللاعب، ولكن نادي الزمالك متمسك بحقه، وأعتقد إنه الموضوع حصل فيه تراكم كمان، فالمبلغ زاد على اللاعب خلال الفترات اللي فاتت. يعني خلينا نشوف أكيد، وهنتابع مع حضراتكم إيه اللي ممكن يكون بيحصل في الأيام اللي جاية. كالعادة بنتفاعل مع حضراتكم من خلال سؤال بيكون موجود معانا، وده بيكون موجود من خلال اللعب. سؤالنا النهاردة: بعد وصول الفرق اللي حصل ما بين سيتي وليفربول لثلاث نقط، هل اقترب خلاص مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول ولا لا؟ هنتابع أكيد مع حضراتكم ونشوف كده رأي حضراتكم ونعرضه في آخر الحلقة إن شاء الله. مهمة استعادة أمجاد الفراعنة بالتأكيد محتاجة القائد، بالتأكيد الكابتن إيهاب جلال إن شاء الله يكون قدها وقدود. هنروح مع حضراتكم للتقرير ده نستمتع بيه بخصوص منتخبنا المصري والكابتن إيهاب جلال، وبعد كده نروح لفاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية، انتظروا. بعد البصمات الفنية التي قدمها في عالم الساحرة المستديرة، تضع الجماهير المصرية آمالها على المدرب المحنك إيهاب جلال الذي تولى المقاليد الفنية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش لإعادة بريق الفراعنة في القارة السمراء. التراجع الكبير في أداء المنتخب بعدم التأهل للمونديال والهزيمة في أمم أفريقيا جعلت كل الأنظار تتجه صوب إيهاب جلال، لما لا وهو رجل المهام الصعبة الذي لجأت إليه كبرى الفرق المصرية للخروج من كبوتها، ويأتي على رأسهم الإسماعيلي في الموسم الماضي عندما لم يحقق سوى فوز وحيد فقط من 16 مباراة، ليأتي جلال ليقود سفينة الدراويش لبر الأمان في مسابقة الدوري الممتاز. لم يبدأ جلال مسيرته التدريبية في الدوري الممتاز مباشرة، حيث تولى فرق عديدة من المستويات الأقل، يأتي على رأسها كهرباء الإسماعيلية وتليفونات بن سويف وغيرها من الأندية، حيث جاء موسم 2014 وشهد الإطلالة الأولى لجلال في المسابقة المحلية،
فكانت بتوليه تدريب مصر للمقصة الذي نجح بعد ذلك في قيادته لوصافة الدوري والمنافسة في دوري أبطال أفريقيا في موسم تاريخي للفريق الفيومي. جلال تولى تدريب فرق عديدة على رأسها الزمالك والمصري وأخيرا بيراميدز، وأثبت أنه المدرب الأنسب للخروج بالعديد من الفرق من النفق المظلم ووضعها على المسار الصحيح. لكن الأمر هنا يختلف، إذ يتعين عليه قيادة سفينة المنتخب وسط ترقب من ملايين الجماهير المصرية لما سيقدمه إيهاب جلال رفقة الفراعنة في قادم البطولات. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في صباح اون تايم، لسه اكيد عندنا اخبار كتير النهارده، ولكن خلينا نبدا مع اون فاير نيوز. نبتدي مع حضراتكم اول اخبارنا في فقرتنا اون فاير نيوز باخبار القلعه الحمراء النادي الاهلي. لحد دلوقتي لم يتم تحديد ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا، يعني هنلعب اياب دور نصف النهائي ولم يتم تحديد ملعب النهائي. طبعا ده تصريحات الخاصه بالنادي الاهلي. الاتحاد الافريقي بيحاول ان هو يبص على دوري ابطال اوروبا، لكن في فوارق كبيره جدا. اولا سهوله الانتقالات عموما هناك من دوله لدوله، بالاضافه انه بيتم طبعا تحديد ملعب النهائي من قبلها بثلاث سنين تقريبا، بغض النظر كمان لمين اللي هيكون في النهائي. اللي بيحصل دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين بيأثر على حاجات كتيرة جدا، أهمها فكرة الجمهور. الحضور للنهائي هيكون عامل ازاي؟ محدش عارف هيتلعب فين لحد دلوقتي. كمان بيقلل من فكرة قيمة المسابقة نفسها، العدالة، تكافؤ الفرص اللي دايما بنتكلم عنه واللي دايما بنطالب فيه. اعتقد انه الحاجات دي كلها لازم يتم تحديدها، لانه النادي الاهلي منتهى الصراحه كده زي ما نقول لحضراتكم، احنا يمكن بسطنا الموضوع بنقول ايه الاضرار اللي ممكن تعود على النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي مسكتش. النادي الاهلي على طول اصدر بيان واتكلم وبيطالب بحقه منذ هذه اللحظه. واعتقد يا يحيى انه فكره ان النادي الاهلي على طول بيكون سابق بخطوه دي مهمه جدا. طبعا يعني اصلي زي ما انت اتكلمت يا فرح، فكره تكافؤ الفرص، فكره ان انت دلوقتي لما يجي الوداد صعد للنهائي، النادي الاهلي صعد للنهائي، تعمل انت النهائي في المغرب في وسط جمهور الوداد، بتصعب الموضوع على جمهور النادي الاهلي اللي هو اكيد لو الموضوع في ارض حتى محايده انت كده مفيش تكافؤ الفرص، كده بعيده كل البعد. انت كده بتدي الافضليه لنادي الوداد، فبتدي له عامل مهم جدا وهو عامل الجمهور، بتدي له عامل الارض، كل دي عوامل هي في صالح الوداد، فده في عدم تكافؤ فرص للنادي الاهلي. واعتقد ده يعني ده كلام ما يتسكتش عليه، وده اللي حصل وده اللي احنا بنقوله، وخلى مجلس اداره النادي الاهلي ومستنيين قرارات بعد طبعا ما ارسل النادي الاهلي خطاب لمتسب رئيس الكاف بيطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة بعيدا عن الفرق الأربعة اللي موجودين طبعا دلوقتي، سواء بقى وفاق سطيف أو بيترو أتلتيكو أو الوداد أو النادي الأهلي. وكان طبعا الخطاب بتوقيع من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نظرا لأن كاف بيعلن عن الدولة التي هتستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن. هو الأمر اللي كان بينتظره الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر قبل وضوح الرؤية، وإن أنت وتبتدي الفرق تقل، وإن خلاص بقى أربع فرق واللي حاصل ده كله. أعتقد إن اللي إحنا فيه دلوقتي واللي واصلينه دلوقتي إن النادي الأهلي بيطالب بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص زي ما كنا بنتكلم، وإن المباراة تكون بتقام في ملعب محايد، وإن يكون من العدل منح طرف، مش من العدل إن أنت تدي طرف أفضلية عن الطرف الآخر أيا كان هو إيه، لو أنت بتدي الوداد على أفضلية على النادي الأهلي. وأعتقد إن ده يعني شيء ما يتسكتش عليه، موضوع مش ان انت تطلع بقى تسكت حتى لو النادي الاهلي. اعتقد مجلس اداره النادي الاهلي مش هيسكت، وزي ما كنت بتكلم ارسل خلاص للكاف، مستنيين اللي هيحصل، مستنيين الرد، لان الرد هيكون نهائي سواء يوم الخميس اللي جاي او يوم الاربع، في خلال يعني ثلاث ايام اللي جايين دول هيكون في رد بتحديد الملعب. كان في كلام ان هو يا اما في المغرب يا اما في السنغال، بعد كده رجعنا قالوا اصل السنغال مش مؤهل، يعني ما عندهاش ملاعب تؤهل قوي ان انت تلعب فيها، فخلينا في المغرب. كلام كتير قوي بيحصل في الكاف، اعتقد احنا
احنا يعني ما يخصش ان انت تسمعه، لان انت دلوقتي محتاج حاجه واحده وهو التكافؤ فرص. انت دلوقتي صعدت لنهائي دوري ابطال افريقيا، محتاج ان انت هتلاعب الفريق ده في ملعب يكون بيديك بس التكافؤ الفرص، ما بيديش افضليه لحد على حد. وده اللي احنا مستنيين نشوفه على فكره في الايام اللي جايه من الكاف باذن الله، يكون موضوع في صالح الفريقين، مش هقول في صالح النادي الاهلي، في صالح الفريقين، لان انت ما تديش حد على حساب حد يعني، عشان هو ده مش عدل اللي بيحصل، ده مش عدل ان انت تلعب في الاخر النهائي في المغرب ويكون النهائي الاهلي والوداد. اعتقد يعني النادي الاهلي بيبحث عن حقوقه في مشوار دوري ابطال افريقيا وعن النهائي، علشان كده اكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان الاهلي ارسل خطاب رسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم من اجل معرفه ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا، طلب بمبدأ تكافؤ الفرص اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه ما بين الفرق الأربعة، وده طبيعي وحق مشروع أكيد للنادي الأهلي. قال كمان سعد شلبي جمهور النادي الأهلي كان عاملا مساعدا في تحقيق الفريق نتيجة كبيرة أمام وفاق سطيف، وطبعا خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. أضاف كمان المدير التنفيذي الأهلي تحرك نحو الاتحاد الإفريقي لمعرفة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك 4 أندية ليهم الحق في معرفة الملعب. أي نعم هناك 2 نوادي اقتربوا من النهائي، لكن تحركنا للحفاظ على مبدأ التكافؤ الفرص في تحديد ملعب النهائي. وتابع الأهلي تحرك بشكل رسمي وفقا للائحة اللي بتحكمنا من الاتحاد الإفريقي، ولا نعلن إلا من خلال النادي. وبالفعل بدأنا التحرك نحو حقنا في هذا الطلب، ولدينا الثقة في الاتحاد الإفريقي في تحقيق مبدأ العدالة ما بين الأندية، وبننتظر رد إيجابي من الاتحاد الإفريقي بشأن نزاهة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا أكيد منتظرين مستنيين إيه اللي ممكن يكون بيحصل، وإن شاء الله يكون يعني الملعب اللي بيتم اختياره يكون بيدي مبدأ تكافؤ الفرص للفريقين. نستكمل أخبارنا مع حضراتكم بياخد فريق الكرة بالنادي الأهلي مران غدا إن شاء الله قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحصل النادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 2 يوم بعد الفوز طبعا على وفاق سطيف برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. من المقرر أن يخوض الأهلي مرارا وحيدا قبل السفر للجزائر، وهيتدرب الفريق إن شاء الله صباح الثلاث بكرة بملعب التتش، بعد كده توجه للمطار عشان يكون بيخوض رحلة للجزائر لخوض المباراة بإذن الله اللي هتكون يوم السبت المقبل. نتمنى كل توفيق للنادي الأهلي، نتيجة بتديله الأريحية والأفضلية بعد ما كسب هنا برباعية، بتديله الأفضلية هناك إن شاء الله يكون بيحقق نتيجة أيضا إيجابية ويكون بيوصل للنهائي، وإن شاء الله يكون بيتوج بالبطولة الثالثة ليه على التوالي. من الملفات المهمة اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم عليها هو بدر بنون. الفترة اللي فاتت الناس كلها عايزة تطمن على الحالة الصحية الخاصة ببدر بنون، لاعب من أهم اللعيبة المتواجدين داخل صفوف النادي الأهلي، دفاع أساسي يعني خط الدفاع الأساسي للنادي الأهلي كان خلاص يعني ما بيعتمدش كده غير على بدر بنون، وطبعا اللعيبة الموجودين أو المتواجدين داخل النادي الأهلي، ولكن بدر بنون الحمد لله كشف مصدر داخل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي آخر تطورات عودة الدولي المغربي بدر بنون لتدريبات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. أوضح المصدر إن حالة بدر بنون مدافع الفريق الأول لكرة القدم من النادي مطمئنة للغاية بعد الفحوصات اللي خضع عليها اللاعب الفترة الماضية. استفسرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن موقف بدر بنون مدافع الفريق الأول لكرة القدم واللي بيغيب عن مباريات الفريق ده طبعا من ساعة شهر يناير اللي فات بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا، لأنه بدر جاله الفيروس مرتين والمرتين ما كانش ما بينهم وقت طويل جدا، فده أثر وعمل مضاعفات شديدة على اللاعب. أكد كمان المصدر أنه بدر بحالة صحية جيدة وأنه خلال الفترة المقبلة إن شاء الله هيكون متواجد بعدما شعر اللاعب بتحسن كبير في حالته. وأتم المصدر ووضح أنه بدر بنون مدافع الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي بات طبيعي جدا أنه هو دلوقتي ما بقاش بيعاني من التهابات في عضلة القلب، يعني معنى الكلام أنه هو خلاص خف أو يقدر انه فعلا انه يبتدي يعمل مجهود. هنا بنقول انه اللاعب ان هو ممكن يكون خلاص خاف من الالتهابات لكن لسه مش قادر يبتدي يعمل مجهود مره تانية ويحمل جسمه، وطبعا كل الحاجات دي ممكن تاثر بالسلب، ولكن طالما الكلام انه خلاص بقى قادر وانه ممكن ينتظم في التدريبات ان شاء الله يكون في مصلحه اللاعب، صحه اللاعب اهم من اي شيء، وطبعا مصلحه النادي الاهلي بنتمنى اللاعب ان هو يعود ويرجع لمكانه مره تانية.
طبعا بنتمنى له اكيد العوده مره ثانيه. بدر بنوني يمكن النادي الاهلي افتقده الفتره اللي فاتت بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ولكن بيعود ان شاء الله في وقت قريب. بنتمنى له اكيد العوده، يكون بيرجع مره ثانيه يكون سالم باذن الله. نستكمل اخبارنا مع حضراتكم. مستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي على صفقات النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه واحتياجاته هتكون شكلها عامل ازاي من الصفقات. مسؤولي النادي الاهلي خلاص شغالين دلوقتي على انهاء صفقات النادي خلال الفتره اللي جايه واستغلال فتره التوقف الحاليه بالنسبه لماتشات الدوري في حسم ملف الصفقات. ومنح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ضوء الاخضر للمدير الفني موسيماني لاختيار كافه احتياجاته بالنسبه للصفقات الجديده. وابدى المدرب طبعا موسيماني على احتياجاته بالنادي الاهلي في تدعيم الصفوف النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. الراجل محتاج مدافع، محتاج خط وسط، ومحتاج مهاجم صريح، وده اللي كان بيتكلم فيه. اعتقد يعني احتياجات الموسيماني كان بيتكلم دايما ان هو محتاج فرود، محتاج لاعب خط وسط، محتاج مدافع. نشوف الكلام رايح فين. سمعنا كلام يمكن اليومين اللي فاتوا عن مهاجم في سان داونز، سمعنا كلام عن خط وسط فلان في الدوري المصري. هنشوف الصفقات هيكون موسيماني محتاج ايه الفتره اللي جايه. مشاهدين لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل نواصل. عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي أخبارنا وفقراتنا في صباح أون تايم. وصلنا معاكم دلوقتي لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك. الخبر اللي معانا دلوقتي يمكن يكون مفاجئ بشكل كبير جدا لجماهير الزمالك. بمنتهى الصراحة والوضوح، فيريرا أبلغ مجلس إدارة النادي الزمالك إنه مش محتاج محمد أوناج معاه خلال الفترة المقبلة، وحرص على إن هو يبلغ مسؤولي الزمالك إنه مش محتاج خدمات اللاعب خلال الفترة اللي جاية، وإنه مش هيطلب التجديد ليه، خاصة وإنه عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي. فيريرا نقل لمسؤولي الزمالك عدم اقتناعه عموما بمستوى اللاعب، هو مش مقتنع بفكرة إنه اللاعب يكون بيشارك معاه، وطبعا ده احنا برضو شايفينه، يعني شايفينه من المباريات، من السكور، من التشكيل الاساسي، من الاحتياطي، شايفين انه مستر فيريرا مش بيعتمد على محمد اوناجم في المباريات، وطبعا شايف ان اللاعب ما بيقدمش اي اضافه للفريق وبالتالي مش محتاجه في الفريق خلال الفتره المقبله. هل ممكن يكون في تدعيم؟ هل ممكن يكون في بلان بي بالنسبه لمستر فيريرا؟ حاطط خطة بديلة وابتدى ان هو يستعد للصفقات اللي ممكن تكون في نفس المركز، طبعا بجانب احمد السيد زيزو. بنتكلم هنا على مركز الجناح اللي بيلعب فيه محمد أوناج، طبعا في اعتماد كمان على شيكابالا بيكون في نفس المركز، لكن شيكابالا اعتقد برضو كمان الاغلبية او في معظم المباريات بقى بيلعب مركز 10 زي اوباما، ممكن يبتدي يلعب ابتداء من الشوط الثاني او حتى لو اساسي بداية المباراة. عموما كل التفاصيل دي اكيد هنشوفها مع حضراتكم خلال التدعيمات المقبلة، ولكن الخبر اللي معانا بخصوص محمد أوناج انه فيريرا مش عايزه يستكمل مشواره معاه في نادي الزمالك. طيب نرجع نستكمل اخبارنا مره تانية ونروح لخبر تاني في الزمالك. وطبعا تلقى رزاق سيسي مهاجم الفريق عدد من العروض من انديه الدوري المصري، كان ابرزها عروض من الاسماعيلي، فيوتشر، فاركو، كمان امبي. وفيريرا مش مقتنع بمستوى اللاعب في الفتره اللي فاتت، وده اللي خلى مجلس اداره نادي الزمالك بيشوف بقى اللي ممكن يستفيد من رزاق سيسي ازاي. هل يتم التجديد للسي ويخش في صفقه تبادليه سواء امبي في حال الحصول على جون ايبوكا؟ هيشوف ممكن يكون الشكل عامل ازاي، او الاستفاده هتكون شكلها عامل ازاي من رزاق سيسي في ظل طبعا عدم قناعات فيريرا بامكانياته وبتواجده في الموسم اللي جاي مع نادي الزمالك. الخبر الموجود معانا دلوقتي بيتكلم عن نفس الجزئية أو الملف اللي كنت بتكلم مع حضراتكم عليه في بداية الحلقة، أنه نادي الزمالك استقر على أن هو يقدم شكوى جديدة في الفيفا في نهاية شهر مايو ضد محمود عبد المنعم كهربا، ده في حالة عدم سداد اللاعب للغرامة المستحقة لنادي الزمالك هذا الشهر. يعني نادي الزمالك منتظر انه خلاص لازم يكون في سداد للمبلغ، والا هيتقدم بشكوى جديده. بيسعى مجلس الزمالك من الشكوى الجديده ان هو يضغط على اللاعب انه يتوقف، انه اللاعب يتوقف تماما على اللعب الموسم المقبل، خاصه وانه اللاعب لم يتحرك حتى هذه اللحظه ان هو يسدد الغرامه الموقعه عليه. ويمكن تصريحات امير مرتضى منصور بالامس بتاكد نفس
النهج او نفس المشوار اللي نادي الزمالك ماشي فيه خلال الايام المقبله بخصوص كهربا، انه مفيش تنازل، انه مفيش صلح، وانه في انتظار سداد المبلغ، علشان طبعا لو ده ما حصلش ممكن ان هم يتقدموا بشكوى جديده توقف كهربا عن اللعب. نستكمل اخبارنا. ومنح الجهاز الفني لنادي الزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا راحه من التدريبات الجماعيه اللي كانت امبارح في مقر النادي استعدادا لمواجهه امبي القادمه، وده بسبب شكوى اللاعب من بعض الالام في رجله. وبيؤدي شيكابالا خلال الوقت الحالي برنامج علاجي تاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق من اجل تجهيزه للعوده مره ثانيه في التدريبات. نروح مع حضراتكم لأخبار الأندية الأخرى. وأعلن خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة استمرار الكابتن حازم إمام وبركات على الإشراف على عضوي مجلس طبعا إن هم يشرفوا على الفريق أو على المنتخب المصري. وأوضح نائب رئيس الاتحاد إن هناك جلسات مرتقبة بتجمع الجهاز الفني الجديد برئاسة إيهاب جلال مع بركات وإمام لمناقشة خطة الفترة المقبلة، مشيرا إلى إن الجهاز الفني المعاون مع إيهاب جلال وفقا لاختياراته ونحن نحترمها. طيب نروح نستكمل اخبارنا مع حضراتكم. واجل عمر السعيد لاعب نادي الزمالك الرد على مسؤولي نادي فيوتشر وسيراميكا كليوباترا انتظارا لحسم موقفه داخل نادي الزمالك بشان التجديد عقده لمده 3 مواسم جايه من عدمه. وعرفنا هنا ان اللاعب تلقى عرضين من مسؤولي فيوتشر وسيراميكا خلال الفتره اللي فاتت، لكنه اكد عدم التفاوض مع اي نادي انتظارا لقرار مجلس اداره نادي الزمالك باستمراره داخل النادي. ولسه مستني رؤيه البرتغالي طبعا فيريرا المدير الفني هل هيكون في احتياجات لعمر السعيد ولا لا، هنشوف هل هيكمل مشواره مع نادي الزمالك ولا هيكون بيخرج لايا كان بقى فيوتشر او سيراميكا. مباراة مهمة جدا بيستعد ليها نادي الزمالك ونادي إنبي إن شاء الله غدا يوم الثلاث في مسابقة الدوري الممتاز. علشان كده رصد مسؤول نادي إنبي مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق علشان يحفزوهم إن هم يحققوا نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة اللي هتجمعهم الثلاث بكرة إن شاء الله على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام. في سياق متصل حضر حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي الثنائي محمود جاد حارس المرمى والنيجيري جون إيبوكا من العروض الوهمية اللي عمالة تجيلهم بيصدرها ليهم الوكلاء بتاعتهم علشان ما تنالش من تركيزهم قبل مواجهة الفريق الأبيض. وطبعا زي ما احنا عارفين مع حضراتكم أي عرض سواء إذا كان حقيقي وهمي كل التفاصيل دي لما بتيجي اللاعب بتبتدي إن هي تشغله، يبتدي اللاعب ممكن يتشتت خصوصا قبل المباريات المهمة. علشان كده كان مهم جدا من الكابتن حلمي طولان انه يبتدي يشتغل على الجانب والعامل النفسي عند اللعيبة علشان ما يتشتتوش بناء على العروض اللي بتجيلهم. مشاهدينا نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا واخبارنا، ولكن فاصل قصير نرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. مشاهدينا بجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في صباح اون تايم. نروح نستعرض مع حضراتكم نتائج مباريات الدوري الانجليزي امبارح. كان طبعا البدايه مع ارسنال وليدز يونايتد، ارسنال امبارح بيتفوق على ليدز بهدفين مقابل هدف. نورويتش سيتي بيخسر امام ويست هام برباعيه نظيفه. ليستر سيتي وايفرتون، ايفرتون بيتفوق 2-1 على ليستر. ومانشستر سيتي اخيرا طبعا بيهزم نيوكاسل بخمس اهداف مقابل لا شيء. نتائج ماتشات الدوري الاسباني، فياريال بيتعادل مع اشبيليه، اتلتيكو مدريد بيتفوق على ريال مدريد امبارح بهدف مقابل لا شيء. وخلاص طبعا ريال مدريد زي ما حضراتكم عارفين حسم الدوري الاسباني لصالحه، وكان في كلام امبارح ما بين كارلو انشيلوتي وسيميوني وفكره الممر الشرفي، ولكن امبارح اتلتيكو مدريد مع سيميوني قدر يتفوق على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. خلونا نستعرض ايضا مع حضراتكم مجموعه من اخبارنا واخبار الكره العالميه. تحدث محمد النيني لاعب ارسنال الانجليزي عن تجديد تعاقده وقال حتى الان لا يوجد اي حديث. شكل كويس جدا وناس كتير كانت بتشيد بالنيني بيتكلم في تفاصيل مهمه جدا. ارسنال وارتيتا واللعيبه اللي موجوده عندهم ماتش مهم جدا مع توتنهام، هو ده اللي هيحدد اذا كان هتكون موجود في تشامبيونز ليج ولا لا الموسم اللي جاي. بيتكلم في فكره تجديد لسه ما اتفتحتش، ولكن هو تركيزهم
دلوقتي على فكرة ان انا هروح المركز الرابع واطلع دوري ابطال ولا لا، في صراع ما بين ارسنال وما بين توتنهام، كلام كتير جدا وتفاصيل كتيرة جدا عالميا. هتكون طبعا دلوقتي معانا من خلال محللنا الرياضي اللي دايما بينورنا في صباح اون تايم محمود شاكر. يا حودة صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا يحيى، وصبح على فرح وعلى جميع متابعي قناة اون تايم سبورتس، وحشنا كمان في الدوري الانجليزي والله. صباح الفل عليك يا محمود، موضوعات كتيرة جدا عايزين نتكلم معاك عليها، ولكن لا صوت يعلو دلوقتي على القصة اللي شغلة بالنا كلنا، طبعا نهائي دوري أبطال أوروبا. عايزينك تكلمنا عن المواجهة المرتقبة إن شاء الله ما بين ليفربول ومانشستر وريال مدريد. ريال مدريد، أنا خلاص بفكر في الدوري الإنجليزي اللي مش قادرة إن هو خلاص، عارف اللي هو لسه متشبثة بالحلم، لسه موجود بالنسبة لي مش عارفة ليه. عايزينك تكلمنا طبعا عن نهائي دوري ابطال اوروبا، وتقولنا من وجهه نظرك ما بين ريال مدريد وليفربول الدنيا هتكون عامله ازاي. طبعا ما فيش شك الماتش ليفربول وريال مدريد هو هيكون اقوى نهائي ممكن يكون اتعمل مثلا اخر سنتين ثلاثه، نظرا لقوه شخصيه البطل وهي ريال مدريد اللي كلنا شفناها ان هم بيقدروا يخرجوا فرق كبيره جدا زي تشيلسي وزي مانشستر سيتي في سيناريو كان قاسي جدا على بيب جوارديولا وعلى مانشستر سيتي، والناحيه الثانيه ليفربول اللي بيبعد عنه للاسف الدوري شويه، ولكن في نفس الوقت هو كان عاوز يعمل الرباعيه ومتشبث بالحلم الكبير وهو الحصول على دوري ابطال اوروبا. وفي نفس الوقت شفنا تصريحات محمد صلاح اللي فيها بيتكلم على الانتقام، بيتكلم على الريفنج اللي عاوز، مش ناسي طبعا دوري الفاينل بتاع دوري ابطال اوروبا 2018 اللي خسروا فيه، وكان فيه الاصابه الشهيره بتاعت محمد صلاح من سيرجيو راموس. طبعا دي كلها ذكريات كانت قديمه لجماهير ليفربول ولاعيبه ليفربول اللي بيمثل 90% من السكواد اللي لعب 2018 2000 الشامبيونز ليج، هو اللي لسه بيمثل نفس فريق ليفربول السنه دي. فمباراه هتكون قويه جدا جدا جدا، هنشوف بقى ساعتها ليفربول لما يلعب قدام الفرقه. دايما كنا بنقول ليفربول لما بيلعب قدام الفرق اللي بتقدر تعمل ترانزيشنز، بتقدر تعمل تحولات لكواليتي لعيبه عالي جدا زي كريم بنزيما وزي فينيسيوس جونيور، لان شفنا ليفربول السنه دي قابل مشاكل كتيره جدا في كل الفرق اللي بتلعبه، اللي بيكون عندها كواليتي لعيبه عالي جدا اللي يقدر يحرز اهداف عن طريق الثغرات اللي بتبقى موجوده في ظهر الباكات روبرتسون وارنولد. على الناحيه الثانيه طبعا ريال مدريد هو شخصيه البطل، هو فريق القرن في اوروبا، هو الفريق المتمرس على كل الضغوطات، متمرس على كل النتائج اللي بتحصل وممكن يرجع في اي لحظه. ويمكن انا اخد تصريح تشافي لما كان بيتكلم معاه بيقول له ازاي انت الوحيد اللي قدرت تهزم ريال مدريد السنه دي برغم كل ريال مدريد عمال يعمل نتائج جامده، بيقول له ريال مدريد هو الفريق لازم لو انا قدرت او ان انا كان عندي فرصه ان انا اجيب جون ثاني وثالث وما عملتش كده ريال مدريد هيعاقبني، وده اللي شفنا برشلونه عامله لما كسبوا 4-0. فهتبقى مباراه صعبه جدا جدا يا فرح، وهتبقى ممتعه جدا. وطبعا يعني عشان ما نزعلش جماهير ريال مدريد نتمنى التوفيق لمحمد صلاح ان شاء الله عشان يعوض طبعا الخروج من كاس العالم ويعوض الخروج. اكيد طبعا يعني نتمنى كل التوفيق لليفربول، نتمنى التوفيق لمحمد صلاح. ونهائي هيكون صعب، كارلو انشيلوتي يورجن كلوب لعيبه معاه، بشوفنا سيناريوهات كتيره جدا لريال مدريد محمود زي ما انت كنت بتتكلم، تشيلسي بعد كده مانشستر سيتي الناحيه الثانيه ليفربول، يمكن الدنيا كانت اسهل بالنسبه له شويه، ولكن النهائي هيكون ليه تفاصيل مختلفه. اروح معاك للدوري الانجليزي والصراع المشتعل ما بين مانشستر سيتي وليفربول، وناس كتير كانت مستنيه امبارح السيتي ممكن يحصل شويه تعطيل مع نيوكاسل، ولكن بيب جوارديولا ولاعيبه مانشستر سيتي نازله هي عارفه مكان الدوري فين. شايف الصراع رايح لحد فين؟ شايف سيتي قرب بعد الخماسيه بتاعه امبارح ولا لا؟ توتنهام بيعطل شويه ليفربول، شايف الدنيا ماشيه ازاي في الصراع المشتعل هناك يا حوده؟ طبعا يا يحيى توتنهام عمل هديه كبيره جدا لمانشستر سيتي بالتعادل قدام ليفربول، ويعني نقدر نقول السيتي ولا ليفربول، يعني ليفربول عنده استون فيلا اللي جاي والسيتي عنده وولفز، مين ماتشاته اسهل؟ هما الاثنين عندهم نفس الفرق باستثناء يعني عنده ده وولفز وعنده استون فيلا، وبرده الثاني عنده وولفز واستون فيلا، ولكن فرق ساوثامبتون وويست هام. ولكن انا شايف ان الموضوع اصعب شويه بالنسبه لليفربول عشان خاطر حاجه واحده بس، هو استون فيلا في وجود جيرارد. طبعا عارفين جيرارد الاسطوره كسبان الماتش اللي فات طبعا بالظبط، كسبان الماتش اللي فات مع ان هو ما عملش نتائج كبيره مع الفرق الكبيره السنه دي من ساعه ما مسك. ولكن برده في نقطه ثانيه مهمه جدا يا فرح، وهي عوده كوتينيو مره اخرى. ده هيبقى اول مباراه لكوتينيو قدام ليفربول، وكلنا عارفين طبعا
بالظبط. المشكله هتكون اكبر ان ممكن ليفربول مع يعني بالذات في مباراه استون فيلا دي هيبقى بس مش عاوز ان هو يحرز الثلاث نقاط، هو هيكون عاوز يجيب يحرز يعوض فارق الاهداف، فده ممكن يسيب مساحات كبيره جدا. وشفنا استون فيلا السنه اللي فاتت كسب ليفربول 7 صحيح. ولكن طبعا كان وجود جريليش والناس دي كلها، فيعني هو المباراه الاصعب ممكن تكون بس مباراه استون فيلا مع ليفربول، انما المباراه تعتبر سهله للفرقتين. طيب شفت ازاي تصريحات جوارديولا بالامس بخصوص ليفربول اللي قال انه ليفربول تاريخه كبير في اوروبا، ولكن بنتكلم عن الدوري تاريخه مش كبير لانه فاز بلقب واحد فقط في 30 سنه. شفت ازاي التصريح ده، وهل ده بيضغط كمان نفسيا ومعنويا على ليفربول، خصوصا انه خلاص يمكن يكون مانشستر سيتي حسم الدوري زي ما بتقول، وانه مباراه غدا ان شاء الله ما بين ليفربول واستون فيلا مش هتكون سهله ابدا على ليفربول؟ خلينا نقول ان جوارديولا متعودين منه على التصريحات دي من ساعه وصوله الى انجلترا، وهو متعود دايما على التصريحات دي اللي يعني نقدر نقول بيرمي الضغط من على لعيبته وبيرميها على ليفربول. طبعا تصريح انا مش معاه تماما، ليفربول هي فرقه من اكبر الفرق الجماهيريه في العالم، وهو الفريق الثاني بعد مانشستر يونايتد حصولا على الدوري الانجليزي ب 19 لقب، مانشستر يونايتد 20 لقب. هم طبعا عندهم يعني من ساعه ما بقى يسمى الدوري الانجليزي او بريمير ليج بالطريقه الجديده بتاعته هم ما خدوش الدوري غير سنه واحده بس، ولكن هم فريق كبير جدا وكان دايما بينافس. وطبعا هو تصريح انا شايفه ان هو بيرمي الضغوط من على مانشستر سيتي وبيرميه على ليفربول بحيث ان هو يخلص على ليفربول خالص. وبرده فرح لو نرجع نلاقي ان كان في تصريحات شبه دي يحيى برده كانت موجوده في السيزون اللي كان مانشستر سيتي وليفربول بيتنافسوا فيه اللي هو 2018-2019 اللي خلص ب 98 نقطه لمانشستر سيتي و97 نقطه ليفربول، ونفس الصراع ده كان موجود لغايه اخر يوم في الدوري الانجليزي. فجوارديولا خسر اهم هدف بالنسبه له وهو دوري ابطال اوروبا، فهو ممكن يعمل اي حاجه للحصول على الدوري الانجليزي عشان ما يطلعش يعني نقدر نقول ما يطلعش مش واخد حاجه في الموسم يعني. بالظبط كده، مع ان يا يحيى احنا لو نبص يا راجل لو خد الدوري السنه دي هيبقى واخد 4 دوريات في اخر 5 سنين. صح. طبعا هو ده مش المين تارجت ليهم ان هم عاوزين تشامبيونز ليج نظرا لكم الانفاقات اللي بيصرفوها، ولكن طبعا هم لازم يراجعوا نفسهم في كواليتي اللعيبه. شفنا واحد زي جاك جريليش اغلى لعيب موجود جايب 100 مليون ماتش ريال مدريد، يعني كان سبب من اسباب خروجهم. فتصريح جوارديولا ده هو ما هو الا بيزيل الضغوط من عليهم وبيرميها على ليفربول. محمود يعني هتكلم معاك عن ارسنال وارتيتا، ارسنال 66 نقطة خلاص يعني بعد شوية عن توتنهام، عنده الماتش جاي توتنهام واكيد هو ده الماتش اللي بالنسبة له الفاصل اللي هيحط ارسنال في المربع الذهبي يكون بيشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي او هيبعده ويخلي توتنهام يقرب. شايف الماتش ازاي، وشايف هل ارسنال يستحق ان هو يكون موجود في المربع الذهبي ولا لا؟ خلينا نتفق ان ارسنال السنة دي كان فريق جميل جدا، الناس كلها رجعت تتفرج على الكرة الحلوة التاريخ بتاعت الارسنال مع ارتيتا. ارتيتا قدر ان هو احنا اول مره نشوف ارسنال موجود في اول 3 أو 4 مراكز من 4 أو 5 سنين، عمره ما كان بيقرب للطريقه دي. وعاوز اقول لك اصلا يعني في مفاجاه ان الفرق ما بين ارسنال وما بين تشيلسي نقطه واحده بس. صح. يعني انت ممكن في اي تعثر لتشيلسي ممكن تلاقي ارسنال في المركز الثالث بالظبط. فطبعا مباراه ارسنال توتنهام هي هتبقى مربط الفرس زي ما بيقولوا ما بين الفريقين. كنت مش مدرب سهل خالص، انا شايف ان كونتي ده مدرب عملاق جدا، مدرب داهيه لو معاه لعيبه شويه بس احسن من كده في خط الدفاع وفي خط النص هيفرق كتير جدا. يعني يا يحيى الراجل ويا فرح الراجل بيلعب كل فرق الدوري الانجليزي، يعني نقدر نقول توتنهام مانشستر سيتي اتغلب منه مرتين وتعادل مع ليفربول مرتين السنه دي، يعني رقم 1 ورقم 2 في الدوري الانجليزي ما قدروش يكسبوا توتنهام، بالعكس ده الراجل كسب منهم ماتشين وتعادل ماتشين وما حدش قدر يكسبه. فكنت مدرب قوي جدا. قصاد الناحيه الثانيه ارسنال بيقدم السيزون بس خصوصا في الدور الثاني سيزون عالمي، ارتيتا بيقدر يرجع ثاني الكوره الحلوه بتاعه ارسنال، وبنشوف طبعا دخول محمد النني الشيء بيفرحنا كلنا ان محمد النني قادر يخش ثاني والناس كلها مبسوطه منه وبادائه، وهو عنده لعيبه كثيره جدا كويسه. سبحان الله بعد ما اتغيب عنه النجم الاول اخر سنين اوباميانج بالذهاب الى برشلونه، ولكن شفنا يعني شفنا انكيتيا لعيب مش متواجد دايما. كل اللعيبه اللي طلعها ارتيتا محمود يمكن هم فارقين معاه بشكل كبير جدا، كل اللعيبه الحقيقه جداً. الصغيرين اللي طلعهم ارتيتا دلوقتي موجودين في ارسنال هم اللي عاملين شكل الارسنال.
عاوز اقول لك يا يحيى، هو مشروع ارسنال جديد ارتيتا، وكان فيه نتائج كتيره وحشه جدا السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها، ولكن صح. هم قطوا عليه وشايفين انتاج الكلام ده كله. عاوزين نقول برضو هي بس مشكله ارسنال اللي هو ما بيصرفش قوي، او اخر السنين صرف برضو بيصرف غلط، بيجيب لعيبه كتيره جدا بكواليتي مش عالي جدا، ولكن اعتقد السنه دي لو صرف صح ارسنال هيفرق بشكل كبير جدا. اعتقد ان محمود سريعا تمام معلش سريعا عايزين نروح معاك كده في حته بسرعه جدا برضو نلحق نتكلم معاك عليها، وهي النهائي المكرر، يعني نهائي كاس للرابطه، نهائي كاس الاتحاد بيكرر تاني مره تانيه ان شاء الله. نهائي كاس الرابطه فاز فيه ليفربول على تشيلسي، ولكن لسه في نهائي كاس الاتحاد هيجمع ايضا ليفربول بتشيلسي. عايزين نعرف من وجهه نظرك النهائي ده هيكون عامل ازاي، خصوصا كمان نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين ليفربول وكمان ريال مدريد، هيكون في نهائيين ممكن ان دول يكونوا عاملين ضغط كبير جدا على ليفربول. طبعا ليفربول حط نفسه في الضغط ده، فراح اول ما هو قال انا عاوز احقق الرباعيه، حقق الكاريباو كاب، فاضل له كاس الاتحاد الانجليزي وفاضل له الدوري الانجليزي والتشامبيونز ليج، ممكن كل ده يطير وممكن ما يكسبوش غير الكاريباو كاب بس. فهيبقى مباراه فيها ضغط كبير جدا 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 على يورجن كلوب، وهو المفروض دلوقتي ان هو اهل اللعيبه نفسيا ومعنويا ان هم لازم يكسبوا الكلام ده كله، لان هو هيديهم دفعه كبيره جدا في مباراه الفاينل. ولكن خلينا اقول ان يورجن كلوب وليفربول هو فريق بيعتمد اكتر ان انا طول ما الكوره معايا انا ما عنديش اي مشاكل، هو الكوره معايا بفضل ضاغط، لو الكوره اتقطعت مني بسترجع الكوره في مناطق الخصم. فلما ليفربول بيلعب الفرق اللي عندها فرقة لعيبة عالية والفرق الكبيرة تعرف تعمل ترانزيشن زي ما قلنا قبل كده، بيقابل مشكلة كبيرة جدا. شفنا ليفربول بيدخل فيه كذا جون في الماتش الفاينل كان ما بينه وما بين تشيلسي بسبب القصة دي، فهنشوف برضه هل تشيلسي يقدر يطبق نفس الأسلوب ده مع ليفربول، وليفربول بطريقة اللعب ان هو بيلاعب الثمان لعيبة قدام وبيحط بس فان دايك وماتب على خط نص الملعب وبيسيب ارنولد وروبرتسون طايرين، هل ده ممكن يأثر تشيلسي، ممكن يأثر على الكلام ده كله ويقدر يحرز اللقب ولا لا؟ ولكن المباراة مش هتكون سهلة خالص، ليفربول قدامه ملحمة ان هو يا يطلع بالموسم بكاريباو كاب يا يطلع بالموسم على الأقل معاه بطولتين أو ثلاثة. فالتوفيق أهم حاجة لنجمنا محمد صلاح ان شاء الله باذن الله، ونقدر يعني نعمل اي انجازات زياده عشان ان شاء الله تقربوا يا رب باذن الله، هتبقى موجوده ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. اخيرا اخيرا قبل ما ابعد عن الدوري الانجليزي، يونايتد بعد خساره برايتون برباعيه، واليونايتد خلاص دلوقتي كل جمهور مانشستر يونايتد ابتدى يفقد الامل في شكل الفريق، شايف يونايتد رايح على فين؟ والله يا اليونايتد ده حاجه تزعل الناس كلها، مش مشجعين مانشستر يونايتد بس، كل مشجعين الكوره، ولكن يعني في امل بموضوع ان طبعا في معاك مدرب كبير جدا، مدرب اكس، مدرب برضه جاي يعمل مشروع. ما اعتقدش ان في اي حد من اداره مانشستر او جماهير مانشستر مستنيه اي حاجه السنه الجايه من مانشستر يونايتد، بس اقدر اقول لك يا يحيى ان الكلام ده لما حصل قبل كده مع تشيلسي، وتشيلسي لعب بس في الدوري الانجليزي قدر يحرز اللقب، ما بقولش مانشستر يونايتد يحرز اللقب، ولكن المشروع يعني نقدر نقول هيفتتح السنه اللي جايه، بنقول فيه لعيبه كثيره جدا اللي بتعمل مشاكل في الدريسنج روم واللي بتعمل مشاكل تسريبات الصحف، كل اللعيبه دي بيقولوا ان في 6 أو 7 لعيبه هتمشي وفي 6 أو 7 لعيبه هتيجي. فاعتقد مانشستر يونايتد ما حدش يقدر يتنبأ له باي حاجه، جاب لعيبه كثير، جاب مدربين كثير، جاب اسامي كثير، ولكن ما فيش اي فايده من بعد مشان السير اليكس فيرتسون. فاعتقد بس مع تين هاج اكيد لو هو جاي ومشروع وهيقعد فتره مش مدرب مؤقت زي رالف رانجنيك، فاعتقد ان مانشستر يونايتد السنه الجايه ممكن يبقى ليه دور في الدوري الانجليزي، واعتقد انه ممكن يخلص من التوب فور اكيد 100% اذا ما خلصش من التوب 2 يعني. محللنا الرياضي محمود شاكر، شكرا جزيلا لوجودك معانا، دايما بنسعد وبنستمتع معاك بفقرتنا العالميه. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لاجابات سؤالنا في فقرتنا اللعبه. سؤالنا النهارده كان بيقول بعد وصول الفارق لثلاثه او ثلاث نقاط، هل اقترى مانشستر سيتي ان هو يحسم لقب الدوري الانجليزي على حساب ليفربول؟ تعالوا نشوفوا ابرز التعليقات اللي جات لنا. كان ابرزها محمد محمود بيقول نسبه اكبر لصالح السيتي. طيب محمد النادي كتب ان شاء الله ليفربول يرجع وياخد الدوري. اما ابراهيم ابو شعبان بيقول ان شاء الله الدوري في ملعب الاتحاد ودي بروين نجم الموسم. عبد الرحمن كتب اكيد بنسبه كبيره لمانشستر سيتي. يعني دي كانت بعض تعليقات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، وكلام كتير لسه، يمكن في 3 ماتشات هنا و3 ماتشات هنا، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح وليفربول. انتهت حلقتنا النهارده من صباح تايم، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. بشكرك فرح، شكرا جزيلا. بشكرك يا يحيى، دايما بسعد بوجودي معاك. مشاهدينا نشوف حضراتكم بكره وحلقه جديده من صباح انصار.